كان احسن من الفوارس على حسب البلاغ الدعوية.
وحموها بالميدان وردوا صدر الغزال تكسروا عظامها. لما سلوا بيك يا ابو عبد الله تركب عشرة من الفارس على عشر من بنات العوجية وكسروا دروع الغسيل بحواطر القيود. ولما ودعوا وجد عشرة فوارس وركبوا على عشر من بنات العوجية وحموها بالميدان. وبعدها حموها بالميدان رجوا السطرة. بعدها حموها بالميدان اطفلوا وقالوا يردون صدر الحسين. الخيل ساعدة ونازل على الصدر يا عبد الله.
جمرة الله في قلبي وجمرة
يا كربلاء ما إن وجد مثل جليلة وسط عمدون الأرض الطويلة. سمع لك الآن واخضع وكون جليلة ولم تتجاهل السطح العوالي. تجعل كل الأراضي لكن يا ساكن يا كعبة الغابر ضمته. خلي الفقر عن الشكع بلا سيدين معلومة نختر تجعل كل الأراضي لكن يا كعبة والقدسات والشرف ليه والقدسات والشرف ليه والمعالي كون دليل كربلاء ومكة الراس Thank you.
لكن يا أخوي أبهل عرب يوم 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 وإضيع من بعد يوم وبعدك الفواق عزمي شيل ألال مخيل ما اقدر اروح في يوم انظر زينب تنوح وانظر دمع سكنى عالم خبيين سالم راح للخيمة ينادي وهو يجري بالماء والعبيدة في صعيدة وين تفوقهم قطع يخفي لصوته ما خاف عن حريمة تسمع وين من يسرق جوالي ليت الدولة طيور طلعت السكينة تسالي وين سالي الحرام وين أبو فاضل بشوفه قال في المسنى وصيرت من بعدك أطير واللي مكسور الجنة وين من يسر الجوادي ريت الدولة يعود من وسط شيخ الوشيرة دمت عليه الحرم وزينب تنادي يا خويا وين شيال العالم قال سكتي يا معصونة والفاضل باع السهم واستحت نوم الشريعة وجيت يا زينب واحد لا تشوفينا يا زينب كيف مرضوعي بالنوم والعالم يمي وجع والراس مفضوخ بعام صاحتي الهيس غدا حطات من المايوم قوم نمشي نعالج قليل العالج ما يفي تتعار جدين جدي وبشروطي انا الذي اشفيك من
بحيل الشيعة ولاية كل ما جلبت الوزن ما
احد لباني كل ما جذبت الونه ما جبت احد لباني وموت البطل في المعركه زلزل جميع اركاني واضم علي مصيبه يا ذبحت جميع اخواني يا سمو الاكبر والبطل في كرب العمود يا ويلي يا ويلي زينب سمعه الحسين نخي يندغر جارك طلعت زينب من الفصاح تنادي خويا تنغر جارك قال اريد من يقدم لي الجواب فقد خويا انا اقدم لك الجواب وقدمت الجواب سينا ضربات العلاقه يا صاحت نوحي وزود الفن ميا من دمر جاب لي مليت وتتعثر
بالأديار صاحت على جسمه ومدمر عين الساعة ومن شاف تضخم صدره وفتح وزعت الباري زهر حار حيني ساحت وساحت ارسلي يا نور والله يا سلمان العظيم
سلطان العبيد والقوم جوني كذب والزكوى إلى الواحد الدنيا قالها يا النهار من تلك الروحي ردي على قوت النبي وشوف يا أولاد اسم الفواتير
تغمي في صاحة حجر فرقوا بينك فرقوا بينك وبيني فجاعة الليل سافر عنك يا ابو حسين من المرض ما اشوف يا حيدر سلامة بعد الزواج يا علي بن تمامة وبس الله عقب عيني بهل يتامة سكن خواطرهم ونشف دمعة العين جمع أصحابك عقب ماتي وجهزوني وشيل الجنازة بغير خفية والسنون والنسر وبالعين وبالباب عصراني لا يحضرون جنازتي يا مسيد الدين ما قصروا يا مرتبة كتاب للعين وبعدي على المختار ما نشفت الموت اليوم من در مرجي ما سكر عيني ربنا قمني فايق خدي وهملة العين جمع أصحابك عذاب ريتك يا سيد عالشوف على يدر حلو الأطباع راس الرسول ابلاد منا وفاتح الباب لحباب يم المصطفى قربوا للهدى روح من الروح غير موزعين بالعرب رتيب والسما صارت زنادي هذا الملك سعيد وذاك الملك نازل واما المصيبة عن الحلال المشاكل جالس مصفى يصفي الشمال اليمين ولك ريشيل عم الحسن وحسين ميحان جاف مليته تتعسر بالاديال صاحت على جسمه وبدمع عين الساعه ومن شاء صدره وفتح وزعت الباري زهر حاس حيني ساحت وساحت ارسلي يا نور عيني الجينة والدر الغير تلحقيني عند الصراط ابوك لا تتفرين يا
العين ناداه لازم يا الاخايا من فتحة البيت الافراد حول امي ام الحسن وحسين شبعة المنزل المكين جرة سمين ارسيك بها يا علي وارتاح معها تدريب واصبر علي الكرب حمل اللي بحشاها يا قوتك وطلعتها وراك تصيح وانا صبر على كل البلايا يا داعي البعايا بتشاف معصورايا البتونه وصاير المايا بتشوف معصورة البتونة بصاير البار منزول يا أم أحسن تطرح ما بين ما بين جدا ومنزول يا أم يربك يا علي بالصدار نسمع يا ابن الرسول يا ابن الرسول طاعتك فرض علي والله يا بنت النبي حرقاني وجرب عظامي في الهوى وجان انجروني سبعين مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجايا ما فارق جمالا روحي وما وجي عدت السنة وانا تتبيع يا ناس والجسد نصحاب وعبرة تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باشر بهالنهر كيسور الحرب والكون يكون سعادتنا بني هاشم يحملون اللعب ما ننفني كنا سوي قال البطل عباس ما تروى هي ابنة مظلومة كون والحرائم كلها حرمنا ولما يجور الحروب يتقدم علمنا منشور بيدي وقوتي تمشي تبين قاعد السيد
شهيد حسين يا من وتلك الراية جدعنا غمية يا قوية فوز لمصا منا ومنهم يا الأخو ابتدي الصفا معاك وشعر النهار في عمي تبقى قليل هاجر على أموات عياك يا قوية بتهزم الخيل وتطلع على النصر خايات تقدر جديد ريتك العين حالها ليه هوت الليل وتصير قدر على الحرام جيت العشيق وزينب بباب الخبايا دخلت كئيبة خلوني غريب ولا عاد من العصايا يا هو التديفة يا هو النيتا يا ليه من حرج الأخيا من صبي محشا Yeah.
إلا حلفنا يا ريتنا وياك قبل حسين رحمة ولا شعر حسين وانا يتمون في وسط المنزل أحد مرسوم على الله واذكر خيال حسين في الشام وعفا نذر علي إن نفعه فعلي الأبرار تنزل ويعرف في المدينة الأنجاني محمد والزمان أما أخويا حسين ما يرجع دمها في كربلاء من الصدر جزا كل جماعة يقطع يميني وشمالي وبدل ابن سليم يفتح منصري لا اله الا الله مثلوا بالحسين مثلوا بي والنبي شو يقول اياكم والمثل ولو بالكذب العفو يا رسول الله مثلوا بولدك الحسين قطع الشمر راسه قطع بجل ابن سليم خنصره انا بجلك يريد ياخذ الخاتم يريد ياخذ خاتم الحسين من خنصره وجد الخاتم جامد عليه الدماء جامد الدماء عليه ما بغير جزاء من الخنصره سوى اخذ خنجر وحج خنصر ابو عبد الله ثم جاء الجمال وقطع يمين الحسين وشمال الحسين وهو الى دعي البدل يا خلايا يا ما صار مثل ولا جرايا هيا جحداني عليا وفي القلب من الكل I'm sorry.
دونا رمي بن ضرير ويهر خصمي أخبره شعري بدم الدبير يعني أخي ونافي ونتحول ابن الدار من دماء تخضب وصيح يا ابني يا غيور كيف يا بني دينا بتخليك مرمى على الله قال لي مرة تشافي جسمي بدمه وزين ونرت من الجمل وداعي وصاحه والرحيم والمقصوب عني خداها ودمها يدري ومحمدا
خفكم واشربوا عوينا. حان قلب حسين من شافه ينور احرم وجهه انحنى فوقه يشم وغسل دم دمعته ورد ودموعه يهد عوجات سكن الناس صيح مويا سقيت خيي وجيتني الطابل الماي بالعجل مر الغليل من العطش دايم حشاي عن بيده ريش بيدي انا الذي روض معي جذب حسره وحققوها بين يديه صاحت الصاير مخيل مسجد فوق الدرى صاح انا لا تنشديني وشوفي بحال الدرى صدته لنا مفارق والاوداد ومهبره صرخة وصدجت بذيه يا زلت منك سبب صير منحل جسمي والنسك والقلب داع واتفيا مدلل يظل معفور خدك بالاجرار الرضيع الحجر قومي وفرشي له يا رمى دايبا مشتمت خدك وساتي من وسده طلعت امه من المصيبه تصرخ بحال السنين طفيت ومخطب بدمك يا عبد الله الرضيع ردك انساني زماني لا اضل حرمه وضيع يا علي تصير سلوه ريت روحي لك بدال صير وفاجعني بولينا ولا الماء لما نيجي زين العابدين لما وصل زين العابدين جاء إليه محمد بن الحنفية شاف جالس على كرسية جالس على كرسية عن يمينه علم أسود وعن شماله علم أسود وبيده خرقة سوداء يكفف بها عبراته يسلم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن الحسين يا ابن الحسين أين أبوك الحسين أين أمك العباس أين عمومتك أين إخوانك فقال يا عم لا تسلني لا تسلني سل كربلا كم حوت منهم إلى لدجل كأنها فلك لنجم الزهري إذا مويا مويا وين أبوك الحسين قال عمي الحسين قتل قتل عطشان بصف كربلاء عمي العباس قتل عمومتي قتلوا إخواني قتلوا أولاد أخي كلهم قتلوا جرد ودنا محمد حسر محمد حسر وبكى وهلت دموعه لكن قال لأبويا قال نعم قال أنا سمعت ثلاثة أخبار ما أدري هل هي صحيحة قال سمعت أخبار عن الحسين وعن زينب هل هي صحيحة قال ما هي عمي شيل ما هي الأخبار هو فقال بني صدقت فعل الدنيا العظم إذا صدق يعني إذا صدق ترى أنا ما أطلب المنازل أهيم على وجهي قال ما هي قال أصحيح رق السمر على صدر أبيك رق السمر على صدر الحسين والثاني أصحيح يزيد وضع رأس الحسين بين يديه في فج من الدار والثالث أصحيح أصحيح دخلت عمتك زينب مجلس يزيد
وإذا أمر الزين العابدين ادخل على الزين. قال نعم نعم يا رب صحيح. دخل الزين المجلس يدين. حسر محمد عمامة من على راسه ينادي وقبلتا ومحمدا جرمن صميم احشاء والنام جلب تقرا وتكسرت في صاد ابو الشمال عبرا جل صحيح حسين دعت الشمال مجلس هم هم مطرى جبل